عفوا يلزم خدمة؟ صاحبي والله بقى عندك ابو جره لوحدك. فخ كويس، مش مستوعب بس كويس كويس. انت فخر؟ انا يريم مراتي. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. مبروك عليك الغالي. الله يبارك فيك. ريم خليهم يعملوا لنا قهوه لو سمحت. اكيد. تعالى فخر اقعد. كراسي زجاج. لعبه. عامل ايه؟ الحمد لله كويس. انت عامل ايه؟ عمري ما تخيلت انك تتجوز. والله ولا انا. بس بنتغير يا فخر. عرفتها فين؟ في الوكالة. بعد ما انت سافرت آخر مرة جت اتعينت عندنا في الوكالة مصورة. في يوم كده بيعرضوا لي الصور فلقيت وسطيهم صورة لأشرف. أشرف؟ الراهب أشرف. ياه. سألت مين اللي مصور الصورة ديت؟ قالوا لي ريم. رحت لها قلت لها إن أنا أصلاً أعرفه، ده كان صاحبي من زمان. وحكيت لي إن هو إزاي قاعد كل الفترة ديت في الدير. قعدنا نتكلم كتير قوي. فجأة وإحنا بنتكلم كده لقينا نفسنا ماشيين في شوارع ما بتخلص. حكيت لها عن كل حاجة، عنك وعن الرابطة وعن بين السرايات وعن سمير العبد اللي فرقنا ودمر حياتنا. تقريبا عمري ما كنت اتكلمت مع حد كده زي ما اتكلمت معاك. فجأة وانا بتكلم معاها لقيت نفسي بعيط. بعيط على كل حاجة، بعيط على حالنا وعلى الدنيا اللي كنا عايزين نعدلها بس اتطربقت فوق دماغنا. وانا عمال اعيط لقيتها بتطبطب عليا كأني عيل صغير. فجأة راحت حضناني مقلناش ولا كلمة ساعتها، بس قعدنا نتقابل بعد كده. ريم دي يا فخر كأنها بالظبط جت كده اهوت، مسحت التراب اللي عليا ورجعتني بني آدم تاني. عارف لما أكن واحد كده اهوت يروح حاطط ايده جوه صدرك ويطلع قلبك ويشوف ايه العيوب والمشاكل اللي فيه ويصلحها كلها ويرجعه تاني؟ هي ريم عملت كده. ايه كسابي ميكانيكي انا هنا ولا ايه؟ لا دي مراتي. طيب ايه بقى موضوع المكتب اللي جوه الشقه ده؟ اصل ريم دي طاقتها ما بتخلص. بعد ما اتجوزنا بشويه كده قالت لي ان المستقبل دلوقتي بقى في الانترنت والموقع، وان احنا لو فتحنا موقع دلوقتي صغير ومحترم كده بيهتم بالشباب مع الوقت هينتشر وهيتشهر والمواضيع دي هتبقى ببلاش اصلا بعد كده. بس انا قلت لها تمام، وحسيت ان احنا لما نعمل كده هيبقى في مستقبل فعلا اكتر. واديك زي ما انت شايف البيت نصه بيت ونصه مكتب، ودي مي وده شادي شغالين معانا هنا في المشروع. برافو عليك، انا حاسس انك لقيت نفسك جدع نصر. ده حقيقي، بس انا اللي بقى حاسس ان انت بعد السنين دي كلها لسه ما لقيتش نفسك. عشان دي الحقيقه، او يمكن اكون لقيتها وضاعت مني. طب ناوي على ايه؟ سيبك مني انا. قول لي، تعرف ايه عن سمير عبد؟ ايه يا فخر؟ ليه بتسأل؟ عادي يعني، اصل انا نزلت لقيت في الشوارع افيشات ولا نجوم السينما يعني، ومنشتات في الجرايد وكلام كتير قوي عنه. بعرف بس من باب المعرفه مش اكتر يعني. سمير العبد بقى فوق، بقى اكبر مما تتخيل. تخيل؟ لما انت متخيل بتسألني ليه؟ مفيش يا نصر، ده من باب العلم بالشيء بس مش اكتر يعني. انا خلاص رجعت وناوي امشي جوه الحيط. طيب ممكن تقول لي بقى انت كنت فين السنين اللي فاتت دي كلها؟ بص يا نصر، احنا طول عمرنا قريبين من بعض، وانا مش هينفع اكدب عليك ولا اقول لك حاجه ما حصلتش. عشان كده يعني خلي كنت فين دي بعدين، هبقى احكي لك بعدين. ماشي، الحمد لله على السلامه.